أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج يومايك، ونبدأها من محافظة ذي قار ومن مدينة الناصرية بالتحديد، وستكون عن المواقع السياحية والأثرية في محافظة ذي قار وفي محافظات أخرى. وسنسأل المواطنين هنا في مدينة الناصرية عن مدى معرفتهم بالمواقع السياحية والأثرية في هذه المدينة ومدى زيارتهم لها في مواسم العطل والأعياد. كونوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك معرفة بالمواقع السياحية الموجودة في محافظة ذي قار؟ محافظة ذي قار بها مواقع سياحية مثل مدينة أور الأثرية ومنطقة التشبايش، أهوار مال التشبايش، بس هي لحد الآن مو مؤهلة. يعني منطقة أور تريد لها مكانات، يعني من يجي السائح، يعني مكانات ترفيهية مثلا، من سكن، من أكو ناس تجينا من مكانات بعيدة، يعني كلش بعيد. والأهوار التشبايش كذلك نفس الشيء، يعني بعد ما مؤهلة. والله هي أماكن زينة وجميلة وجاي تجي ناس تجي وتروح، إيه، بس كسكن ومبيت ماكو، ما بيها مبيت سكن. أنت شخصيا تفضل السياحة داخل العراق بمواقع الأثرية أو السياحية بمحافظتك أم بالخارج؟ السبب يعني؟ والله بداخل العراق هواي عندنا مكانات سياحية حلوة هاي، بس هي مع الأسف دعم ماكو إلها زين. وإحنا أكثر شيء يعني هنا بالشركة، يعني تجي ناس تطلع خارج العراق، مثل إيران، سوريا، زين. هي هاي المكانات ناس على مود تغيير جو، مكانات شويه ترفيه زين. بداخل العراق يعني اكثر شيء الشمال، يعني الشمال شويه مؤهل هاي المكانات، بمكانات سياحيه، بمكانات زينه، الناس يعني تاخذ راحتها بهذا المكان. الوجهات السياحيه المرغوبه الاكثر خصوصا في فصل الصيف منو؟ الشمال، اربيل وسليمانيه اكثر شيء، اربيل وسليمانيه. بينما الناصريه لو اكو يعني مكانات، هي بيها مكانات اثريه مثل اور والتشبايش، لو بيها مثلا مكانات مثلا سياحيه، يعني مثلا مطاعم، غازينات، فتشيت للمسافر، تجي الناس هواي، كلش تجي عليها اقبال، كلش هواي عليها اقبال. بس الناس تجي هناك شو ماكو، يعني لا اكو فنادق، لا اكو شيء. يعني لو دعم من الدوله شويه تسهيل هاي الامور، يمكن الناصر يصير بافضل حال للسياحه. الدوله لو استثمار يعني على اقل تقدير، والله هو استثمار، هو عن طريق الدوله، يعني استثمار، يعني اذا يجي واحد مستثمر ياخذ، يعني يصير شويه بها يعني بها نوع من التحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الله حياك الله. عرف على اسمك. مية تلبيك. نبيل عماد وياك. نبيل، ايش عندك معرفة عن المواقع السياحية والأثرية بمحافظة ذي قار؟ والله عندنا معرفة تامة، خصوصا انا باختصاصي، انا اختصاص السياحة، تمام، خريج سياحة. عندنا مواقع الأثرية اللي هي زقورة، زقورة أور. عندنا تشبايش اللي دخلت ضمن النظام العفو التراث العالمي. يعني بالناصرية محدودات بين الزقورة بين التشبايش، هذه المناطق السياحية اللي حتى من دول أوروبا، من غير دول العالم جاي تتعنى لها، بس للأسف تجيك مرة وبعد ما تجيك. سبب الإهمال اللي بيها، يعني ما حد مستغلها بشكل تام. يعني أنت تعرف لو التشبايش مستغلينها استغلال تام، كان هسه أنت الناصرية عندك من أعظم المحافظات السياحية تصير عندك بالعراق أو على المستوى الوطن العربي. فنادق للأسف ماكو فنادق سياحية، تمام. مطاعم ماكو ولا مطعم، إذا تروح للتشبايش توصل ماكو ولا مطعم تلقاك بالك، كلها عبارة عن قصب وهور وكذا وكذا. بس أنت أكو مساحة داير مدايرها تقدر تبني بيها، تقدر تستثمر بيها. إذا كنت سائح وتفكر تسوي جولة سياحية أو تطلع أو تأخذ عائلتك، وين تروح؟ يعني تفكر بالمناطق السياحية العراقية لو وين؟ والله نفكر، مو ما نفكر، نفكر ونروح، بس نروحها مرة بالسنة أو مرة بالسنتين. بس الأكثر أقرب شيء إنه تقريبا هي كردستان، أربيل، سليمانية، دهوك. كن صريحين وياك، يعني هي هاي أقرب شيء إنه، وصراحة عالم تعبانين على نفسهم شوية هناك. يعني فمن آخذ عائلته هناك أروح، صدق أتونا، صدق أحس نفسي سائح أنا داخل العراق. ومن أروح لكردستان صدق أحس نفسي أنا سائح يعني ومتونس. بس داخل العراق نسوي، داخل الناصرية العفو نسوي، مو ما نسوي، روح للزقورة وروح للتشبايش. بس يعني قلت لك كل سنتين أو كل ثلاث سنوات مرة. عندك فكرة عن المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة؟ أي طبعا أكيد. الناصرية طبعا ما تخلو من المناطق السياحية الكثيرة، طبعا هذا الجزء اللي يخفى عن الكثير من العراقيين بها. لحد الآن أكو أمور ما مكتشفة، واللي مكتشف مثل مدينة أور الأثرية اللي هي تمثل بالزقورة وباقي المناطق اللي وياها، المقبرة الملكية، هاي كلها موجودة بداخل بيت النبي إبراهيم، كلها موجودة بالمربع اللي هو اعتبار الزقورة. الأهوار
مكان جذب سياحة جدا جميل، لكن يحتاج أكيد دعم من الدولة وتحرك على موضوع المي. إحنا هنا الكلمة يحتاج. نعم. تعتقد أن هناك عناية به؟ لا 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 للأسف، يعني إحنا لو نشوف إنهم مصر تقريبا نص مدخلاتها هو السياحة، لكن إحنا اللي موجود عندنا بالعراق، يعني خلينا نقول بالعراق بصورة عامة مو بس الناصرية، المناطق السياحية اللي موجودة عندنا وكثافتها تفوق مصر بكثير طبعا. وتدري إنه سلالة من الحضارات اللي تعاقبت على العراق، مو بس مثل يعني مصر عندهم الفراعنة بس، لكن ما موجود بالعراق لا، هو هي سلالة من الحضارات. للأسف طبعا أكيد للأسف أنه الدولة ما مهتمة بهالموضوع هذا. يمكن لو تهتم شوية كان إحنا موضوع النفط وغير النفط بعد ما نحتاجه نهائيا. تعرف أنه هو السياحة النفط الذي لا ينقطع حقيقة، يعني السياحة الخارجية تكون أرخص، لأنه أنت من تروح لك 3 أيام الكردستان، أشوف أنه أنا يمكن 3 أيام أنت 10 أيام أنت مقضيهن بمشهد أو بطهران، ويكون فتشي أجمل حقيقة يعني. أي نعم للاسف قلت لك، يعني المفروض الدوله تهتم بهالموضوع هذا وتدعم القطاع السياحي. يعني احنا ما نقول مثلا انه ابو الفندق مستغل، لا بالعكس، لانه عليه ضرائب هواي، فحقه من يقول مثلا انه الغرفه يكون سعرها مثلا على سبيل المثال 40-45 دولار، في حين انه تاخذ فندق من فنادق الدرجه الممتازه بايران ما يكلفك حتى 50-60 دولار، لكن اذا تاخذ فندق يعني مناسب 3 نجوم لا يجوز حتى ب 10-15 دولار راح يكون عليك السعر هذا. عندك فكره عن المواقع الاثريه والسياحيه بمحافظه ذي قار؟ تعطينا فكرة بسيطة عنها. دكتور أحمد، أهم معلم ذي قار هي زقورة أور الشهيرة وبيت النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا المكان بقدسية جدا عالية. قبل أعوام زار بابا الفاتيكان فرانسيس، وأنا كنت على مقربة من عنده، لأن كنت أعمل بالإعلام مع شركة النفط ذي قار، واحنا اللي رتبنا الاستيج تبع البابا والاستيج الاعلامي ايضا. فالبابا اشار قال من هنا بدا الايمان. نعم. يعني بابا الفاتيكان بكبره يقول من هنا بدا الايمان، واحنا ما اشتغلنا على هاي العباره للاسف. حكومه ذي قار المحليه لو عارفين جدوى هاي العباره شنو، لكان توافدوا الاف السواح من اوروبا الى ذي قار، هاي اللي بحاجه الى شغيله الى اعمار، ولا اجى سائح، نادرا ما يجي سائح ورا هاي الجمله المهمه. الاثار القديمه بلاد الرافدين ما بين النهرين هي اغلبها في ذي قار. عندك مواقع لارسه، عندك مواقع كثيره ايضا، لكنه اهم معلم مشهور يكاد يكون من عجائب الدنيا السبعه. يعني تفكر بالسياحه الداخليه لو تطلع برا العراق؟ انا شخصيا كصاحب مكتب سياحه بالناصريه فعلت السفر للزقورة، يعني عندي مزرعة ما بين الزقورة وبين المدينة، وسويت محطة مال استراحة ومزرعة مشجرة ومرتبة وبيها نخيل. فكان الذاهبين للزقورة من أصدقائنا المسافرين يستريحون هناك بالمزرعة العائدة للشركة. غير مكان ماكو بالناصرية تروح له بعد، يعني الناصرية عندنا مدينة ألعاب والحمد لله أغلقوها الجماعة، وما اعرف شنو السبب. يعني لا محافظ سال يابا هاي المدينه اللي كانت هي مأوى للناس بالاعياد بالمناسبات بايام الجمع، فما ظل عندنا يعني نفتقر الى اي مكان سياحي. الان سياحتنا الان احنا متجهه كل الشمال العراق، لان الناس بصراحه عرفوا شلون يشتغلون، وين يروحوا بهاي الصحراء اللي ما بقى بها نخيل. يعني شارع كملوه زرعوا نخيل والنخيل مات، ما انتبهوا للحكومه المحليه ولا قالوا هاي الاموال صار فيها احنا اموال الشعب، من الميزانية ناخذها نشتري النخلة ب 700 ألف، نشتريها ب 100 ونبيعها على الدولة ب 700، وذاك هي الطريق اللي هو مؤدي إلى سيرة خير سايدين لحد الآن مهمل، والنخيل اللي بيكبار ومات. فالعالم تريد في، تريد أشجار، تريد منتجع مياه. الآن المدينة شبه جافة للأسف الشديد وأصبحت غير جاذبة للسياحة. كانت هذه آراء المواطنين في مدينة الناصرية. سننتقل إلى محافظة واسط والزميل حمزة الأسدي. شكرا أحمد. في واسط لا يختلف الوضع كثيرا عن الناصرية، أيضا هنالك قلة لدعم المناطق السياحية بواسط، خصوصا المناطق الأثرية. هنا نتحدث عن 450 موقع أثري بداخل هذه المحافظة، يعني البعض تتعرض إلى الإهمال من قبل الحكومة المحلية. تعالوا يانا خلينا نشوف الواسطيين يقضون أعيادهم أو يفضلون السياحة داخل واسط لو خارج واسط.
شنو المواقع السياحية اللي موجودة بمحافظة واسط؟ يابا هي المشكلة بمحافظة واسط بها مناطق سياحية هواي، لكن ما حد يعرف عليها، ما حد يوصلها للجمهور. يعني أنا أشوف أكثر الشباب جاي يروحون كردستان مثلا للسليمانية أو الأربيل. مع العلم أكو مناطق سياحية بالكويت أحلى من حتى من مثل شنو؟ يعني عندك مناطق بدرة، هاي السهوب مال بدرة العظيمة هاي، والأماكن اللي بيها وينابيع المياه اللي بيها. بس إحنا يقول لك مطربة الحي لا تطرب، زين تروح الآثار اللي مال الحجاج بن يوسف الثقفي، اسمها دار الإمارة هناك، هذا الحجاج هذا معلم أثري صار من 1400 سنة موجود. هذا بمصر يا معود حجارات حاطينهن وترزقون عليهن على مود السياحة. عمر الشاب من يريد يغير جو ما يروح يا آثار، ما يروح يا آثار ما يخالف. هسه ما تريد مناطق سياحية يعني بها، يعني ياخذ الشخص المودرن مالته البرستيج ماله. مناطق عندنا هسه تروح للشهابي، منطقة الشهابي والله بها مناطق أحلى من السيمانية بالإمام علي، بس ما عليها توجه إعلامي. نتمنى من محطتكم وغير محطات تطلع على هذا الواقع. شو يريد هو شو يريد السائح؟ شو يريد مناطق خضراء، يريد مياه ينابيع بها، مناطق يعني شلون تقول بها سياحة عالية. زين عمر تتحشيش بشرفك موجودة هاي بالعيد؟ لا والله أنا كل عيد أقضي هنا. أنا بالكوت. وين رحت بالعيد؟ أنا بالكوت هنا، أنا عندنا مناطق سياحية منطقة السدة. هسه هذا العيد وين رحت؟ هذا عندنا مدن ألعاب هنا أنا موجودة، عندنا حدائق سياحية، وعندنا هاي السدة. بس السدة واحد هي يمكن بالعراق كله ماكو. طب واسط بها عدة آثار، وهذه الآثار دمت في مدينة الحي وفي مدينة الموفقية وفي مدينة الصويرة، وهذه الآثار لم تستغل سياحيا وإنما استغلت كمكان للأعراس فقط، مما حدا بالمواطن أن لا يعرف قيمة هذه المناطق. المناطق هاي لو كانت في واسط، الموجودة في واسط لو كانت في أي محافظة من الدول العربية ثق والله العظيم تشابدوا ويسووها معبد. مثل شنو هاي المناطق؟ هو الحجاج اي هو هاي هاي بصراحة انت تفضل السياحة بواسط. هسه هذا العيد اللي راح قبل اسبوع، انت تفضل هنا يعني تستجم هنا السياحة تفضلها بواسط لو تفضل تطلع تسافر؟ العراقيين لانه عندهم نقص في عقدة السفر، فلذلك يفضل السفر على اي شيء. أسعار خيالية ما تقدر لها الناس تدخل لها بعض الناس. بس مو أغلى من كردستان، والشباب الواسطيين دي يروحون الكردستان ويستجمون هناك. يعني أنت تعرف أستاذ، بالنسبة كردستان تختلف عن المحافظات الجنوبية. كردستان عمل قليل بها، ماكو قطاع الخاص واقف بها، مو مثل باقي المحافظات. كردستان عمل قليل وقطاع يعني واقف. لا لا، محافظة واسط جاي أقول لك، محافظة واسط نعم، مو مثل باقي المحافظات الباقية. يعني الجنوب أقصد لك عموما، الجنوب القطاع الخاص واقف بها، عمل ما متوفر بها، فلذلك الناس ذوي الدخل المحدود صعب عليهم يدخلون أماكن. هو الأماكن الترفيهية لمن عادة إيراداتها للدولة لمو للدولة، لازم تصير مبالغ رمزية. هاي بالنسبة اللي النشأت. أنت شو تفضل؟ تفضل أفضل الأماكن الترفيهية والسياحية اللي محافظة واسط أول شيء بالدرجة الأولى إيراداتها للدولة، اثنين تكون اذا كان اكو مستثمر عليها تكون متابعه من قبل الدوله. انت كشخص تفضل تسافر لو تفضل تقضي العيد او طبعا افضل في محافظتي. هسه موجود بالنسبه للصحابي سعيد بن جبير اكو دعم حكومي داخله، بس الاماكن الجبليه ان شاء الله القادم افضل. طيب حجي بصراحه بالاعياد تفضل تبقى بواسط لو تفضل تسافر؟ طبعا اسافر، انا بالنسبه لي اسافر. انت هسه تقول اكو اماكن سياحيه؟ اكو اماكن، بس مو الاماكن يعني لل نرجو من يمها بالطموح. ان وين سافرت بعد العيد؟ بغداد. اكو 450 موقع اثري موجود بواسط، من ضمنهم بوابه الحجاج، من ضمنهم المسجد النجمي. هذه الاماكن اللي تعتبر سياحيه بحاجه الى دعم؟ طبعا بحاجه دعم، بس هذا الدعم ما موجود، يعني انقرض. حتى يمكن نسى اماكن السياحيه مال الاثار، ما اثار نسى بهالفتره هاي نسابت الى ابد ما اشوف. يعني طيب انت كشخص تفضل تقضي الاعياد او تفضل يعني اذا اردت يعني تكون سائح تفضل تبقى بمحافظتك لو تفضل تطلع؟ ومحافظه تشبيهك ليش ما بيه؟ هذه المناطق السياحيه من رايك بحاجه الى لازم تشوفها الكاميرا زين، هذه المناطق السياحيه من رايك بحاجه الى دعم؟ طبعا اكيد دعم من هواي نواحي. يعني
يعني هواي شغلات بيها. الكورنيش كل شيء يحتاج له، مثل ما جاي اشوف هسه مثلا كورنيش ابو نواس، كورنيش ساحه التحرير، هواي بيه دعم صار. لذلك انه هذا يراد لهم دعم نفس الوضع. نفس كمواطن وسطي تفضل السياحه بداخل محافظتك ولا تفضل السياحه؟ طبعا بداخل المحافظه. يعني انت هسه بهذا العيد ما سافرت؟ لا ولا قررت تسافر؟ بالعكس، انا اصلا هو شغلي، عفت شغله وجيت لهنا ما سافر. الحكومه المحليه جاية تهتم حاليا بالاعمار، والصراحه يعني اكو فد منجز داخل المحافظه كلش قوي. اتوقع بالايام القادمه راح يكون اكو التفات لهذا الموضوع، وراح يكون اكو فد دعم اقوى للاماكن السياحيه والاثريه. اول شيء راح تنشط السياحه بالمحافظه، سواء كانت على مستوى محلي على مستوى العراق، او على مستوى يعني اقليمي او عربي. اولا كمواقع سياحيه طبعا ما راح تهم فقط العراقيين او فقط سكان محافظه واسط، راح تكون يعني جذب سياحي لكل الدول المجاوره. بصراحه يعني هواي مهمله، يعني شوفها مهمله. هسه اذا اقول لك على سياحه، روح انا وياك سياحه، ايش تختار؟ تختار تروح بواسط لو مثلا نروح انا وياك الكردستان؟ طبعا اكيد كردستان، يعني جاي اشوف حكومه كردستان شلون مهتمين. احنا ابسط شيء عندنا منطقه زرباطيه، منطقه جبليه، هي اشبه بتضاريس كردستان. زين بس للاسف المكان يعني مهمل وما بي اي اهتمام من الحكومه ومن المواطنين نفسهم. مثل ما شفتوا احبتي المشاهدين، العديد من الواسطيين يفضلون السياحه خارج محافظه واسط، وذلك بسبب قله الدعم للمناطق السياحيه اللي موجوده بداخل المحافظه. خليكم ويانا، راح نروح للموصل محمد سالم حتى نشوف اراء الموصليين بدعم السياحه داخل البلاد. شكرا زميلي حمزة الأسدي. مشاهدين الكرام، أتواجد الآن في سوق النبي يونس بالجانب الأيسر من مدينة الموصل. سنستطلع وإياكم آراء المواطنين حول أهم المناطق السياحية في محافظة نينوى وكيف يمكن استغلال هذه المناطق. خليكم ويانا. السلام عليكم. سلام، شلونك حبيبي؟ عيوني على رأسك. شنو هي أهم المواقع السياحية محافظة نينوى؟ والله المواقع السياحية يعني موجودة صديقي، تدري أنت هناك نمرود، عندك حاوي جوزق، حاوي الكنيسة، باشطابية، قرصراي، هنا النبي يونس الأسد. نحن بالموقع هو النبي يونس موجود. رأيك المواقع السياحية بمحافظة نينوى مستغلة بشكل صحيح؟ لا، أصلا كن هملوها. وليش هملوها؟ صوش المسؤولين، صوش المسؤولين وصوش اللي انتخبناهم نحن كشعب، غير بدل ما نطلع نحن لغير محافظات المصيف او نطلع على الاقامه وفلان ونتبهدل ونقف ساعات وراحات ونطلع عليش على مده نتونس، ليش ما هنا نستغله؟ ليش ما نستغله هنا؟ يعني كثير ناس وكثير ايدي عامله يعني تشتغل يعني بتنظيفه وترتيبه وتهيئه، وكثير ارزاق عالم تصير عليها. يعني ليش برايك يعني اهم ليها؟ نعم، برايك يعني عندنا قرصراي او عين كبريت او هذه المناطق يعني ممكن انه تتحول الى مصايف، وليش يعني لحد الان يعني هذه المناطق ما صارت مصايف؟ يعني مع العلم انه هي مؤهله بها كل مقومات انه تتحول الى مصيف، وممكن انه حتى تجذب سياح من غير محافظات. طبعا والله حتى السياح اجانب تجذب، يعني يجون، انا كنت قبل يعني اليوم قرصراي وعين كبريت، يعني يجون اجانب يقولون شنو هاي ويندهنون يقفون بالشمس، وكان يعني وما مستغله، يعني هاي هي على حطتها، كان يبيعون باقله بيمه وفلان شو هاي ونسبه وعين كبريت وفلان. زين يعني انا اقول لك هي كمواطن ليش ما يهيئوها؟ ليش يعني ليش نحن يعني هيش عندنا مناطق اثريه وعندنا مناطق يعني سياحيه؟ يعني عندك قرصراي منطقه اثريه وسياحيه، عندك باشطابيه منطقه اثريه وسياحيه، عندك حاوي الكنيسه منطقه اثريه وسياحيه، وعندك هاي بعين كبريت من يم الثالث وليم الخامس. يعني 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 الله وكيلك اذا يستغلوها الحكومتنا ويستغلوها الماسكيه غير، الله وكيلك تصير يعني مواقع سياحيه يعني شيء ما كان وصف. نطلع على الشمال هو تاليته جبل، جاي ينزل مي، بدنا نشوفه جنه. زين هنا نهر ومناطق وخضار وامه، يعني من المسؤولين يطيقون يعني هاي يعني يصير يعني الشغل بها للموصل.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك غاتي؟ هلا وسهلا. شنو هي اهم المناطق السياحيه بمحافظه نينوى؟ والله عندنا كثير مناطق سياحيه مثل النمرود، بيش طابية، قرصرايا، مناطق سياحيه كثيره مهموله كلها، يعني ليش تاركيها؟ المفروض هي كلها ست الحكومه تعمرها، ترتبها، تعملها، الناس تروح مصايف، وين بتروح؟ تروح على غير مكان، هنا مناطق الموصل وديرتنا وهي اهلنا بها. رايك اذا تستغل بشكل صحيح هذه المناطق السياحيه ممكن تجذب سياح حتى من خارج محافظه نينوى؟ والله تجذب سياحه من خارج نينوى. كانت قبل هنا كانت عندنا مناطق كلها تجي من عندنا من الخارج، من البغداد، من اربيل، من كل المحافظات تجي عندنا مناطق سياحيه هنا على المضيف. حتى عندنا بيونس كانوا يجون على بيونس، سميناها منطقه سياحيه بيونس، ارقى منطقه كانت بيونس. بس انت من تريد تطلع سياحه انت وعائلتك تطلع بمناطق سياحيه داخل المحافظه ولا تروح المحافظات اخرى؟ والله يا سماكو منطقه سياحيه عندنا هنا، عم نروح على اربيل بس، اي منطقه سياحيه يا اربيل يا دهوك، ماكو غيرها. اتمنى المناطق السياحيه اللي بمحافظه نينوى تصير نفس اللي باربيل ودهوك السليمانيه. علوى، والله علوى تصير احسن، تصير احسن همينا، يعني احسن من اربيل ومن دهوك ومن السليمانيه، يعني احنا هنا محافظه اكبر من ثاني محافظه بالعراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ هلا بيك. شنو هي ابرز المناطق السياحيه بمحافظه نينوى؟ ابرز المناطق السياحيه اذا نيجي للحقيقه هي مدينه الموصليه كلها عباره عن سياحه بس ما مستغله يعني بشكل اوسع واكبر. يعني هسه عندك مثلا مدينه الموصل كانت عندك سد الموصل، كانت كل الناس تجي من كل المحافظات على مو تجي بسد الموصل، لان يعني عندنا بحيره سد الموصل، بالاضافه انه اكو شقق السكنين اللي كانت موجوده بسد الموصل، بس للاسف الشديد انه مهمل لحد الان، يعني ماكو اي استغلال سياحي ولا اكو اي جهه استثماريه انه تقدر تستغل هذا المكان. اذا نرجع المناطق الاثريه عندك الحضر، الحضر يعني هسه ده ممكن انه اكو بعض المنظمات تشتغل على هذا المجال، والدليل انه يجينا سواح من خارج محافظه نينوى وايضا من الاجانب. يعني هسه نشوف مدينه الموصل اكو تشجيع على السياحه، بس احنا نريد مبادرات اكثر انه من المحافظه هي نفسها انه تشتغل على هاي المواضيع. عندك حمام العليل، حمام العليل يعني رجع الحمد لله والشكر، وهسه نشوفها من غير محافظات يجون. بالاضافه اذا داخل مدينه الموصل عندك غابات الموصل، هسه من اي واحد من يجي محافظه من غير محافظه يقول لك انه غابات الموصل بشكلها جميل. واكو كثير مناطق اذا اشتغلنا عليها بطريقه صحيحه، هسه عندك اثار النمرود ايضا، بس للاسف انه اقدم داعش على هدمه. عندك نبي الله يونس، اهميه كانت واجهه سياحيه لمدينه الموصل، واسم تسميه الموصل هي مدينه يونس. بالاضافه الى عندك الانبياء اللي بيها داخلها مثل نبي الله جرجيس، نبي الله شيت، هي كلها تعتبر واجهات سياحيه. بالاضافه الى الكنائس القديمه مدينه الموصل، الابنيه، هسه تروح على المدينه القديمه بيها كلها بيوت تراثيه، وممكن هاي البيوت التراثيه اذا نستغلها بشكل صحيح ايضا تستقطب السواح، لان اكثر السواح انه يدورون على الاماكن القديمه التراثيه. هسه عندنا بعض الاماكن مثل منطقه حمام المنقوشه، حمام المنقوشه ايضا اصبحت واجهه سياحيه، واحنا كل يوم نشوف حتى رؤساء الدول الاجنبيه اول ما يجون مدينه الموصل اول قاطبه يستقطبوها هي منطقه المنقوشه، لان عندنا شباب هناك كثير يشتغلون عليها. فاحنا نتمنى انه يكون اكو اعمار اكثر، انه يكون تركيز اكثر على السياحه، لان هذه السياحه اذا استثمروها بشكل صحيح اول شيء راح توفر فرص عمل للشباب، وراح توفر اقتصاد اكثر للمدينه، وراح نستقطب سواح اكثر، وخصوصا احنا طلعنا من حرب، لان المدينه ستحتاج الى حتى يكون تمويل ذاتي من داخلها، اكثر السواح يجون. احنا نقول احنا اول ما افترينا الموصل عجبنا بيوتها القديمه، عجبتنا الاكلات مالتها، احنا مدينه الموصل مشهورين بجميع الاكلات اللي نسويها، خلي اذا نشتغل بصوره صحيحه اكبر راح يجينا سواح اكثر، وهذا كله يوفر فرص عمل لنا ولكل الناس. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا اغلب المواطنين في محافظات ذي قار وواسط وحتى محافظه نينوى وكانت مطالبهم متقاربه، الجميع طالبوا بضروره الاهتمام بالمواقع والمناطق السياحيه في محافظاتهم لكي تكون واجهه لهذه المحافظات وايضا تستقطب السياح من نفس المحافظه او من محافظات مجاوره او حتى من دول الخارج. الجميع ايضا اشادوا بما موجود باقليم كردستان وطالبوا الحكومات المحليه والجهات المعنيه بأن تحذو حذو محافظات أقليم كردستان لتحويل المواقع السياحية إلى مناطق تستقطب السياح وتكون واجهة لهذه المدن. شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.